باللي راهو داخل في منافسة بالنسبة ليه، في منافسة مع الجزائر، يدرك بأنه ملف الجزائر ملف قوي، لذلك اليوم اختار هذا التوقيت للحديث حول هذه القضية. ماشي نقول ديكلاراسيون افتزازية وكذا، للحديث حول هذه القضية. ماشي نقول ديكلاراسيون افتزازية وكذا. فوزي القجاع وقت اليوم بالافتزاز. بالمناسبة التعليق الصوتي في هذا المقطع اللي فات ما عنده حتى علاقة بالفيديو، غير أنا درتهم كينبحوا على فوزي القجاع، وفي نفس الوقت درت اليوم هذا الفيديو الفضيحة والمهزلة لا مثيل لها. في سنة 2023 عباد الله والجزائر العظمى اللي قالوا على أن القجاع عارف عندهم ملف قوي، الجزائر العظمى صاحبة هذا الملف القوي كيسقيوا الملعب بشاحنة صغيرة ديال السيتيرناس ديال الماء. يا لها من قوة هاربة. واش نتوما ما قادرين ديروا حتى الجعابي ديال الماء تحت التيران باش تسقيوه؟ وقال لك بغاو ينضموا كاس افريقيا وينافسوا المغرب، وقال لك فوزي القجع من الفوق يفتزهم. ما تبقاش تفتزهم السي القجع الله يرضي عليك، بارك عليهم من الافتزاز. دابا الطامه الكبرى انها الضيف وفي عده حلقات من نفس البرنامج يقول دائما هذه يفتزوا هذا الافتزاز وهذا الافتزازيه، وتقول واش منشط البرنامج يصلح لي الخطأ، ولا الضيوف يصلحوا لي الخطأ، ولا الطاقم حتى هو يتدخل ويصلح هذاك الخطأ. ومن هذا نستنتج ان الجميع في الجزائر عندهم نفس الخطأ ويعتقدون ان الافتزاز كلمة موجودة في اللغة العربية. المهم جراروة نهار تعلموا تسقيوا الملاعب بحال الناس، ديك الساعة اجيو نتكلموا على افتزاز فوزي القجع. غير اعترفوا المهبطين غفلتكم بهذه مع الدخله الافتزاز، واضحوا كتسقي الملعب بالشاحنات. الهدف ديالهم هو الحفاظ على العشب وجوده العشب، والشاحنه بالماء متقله غتخسر لهم العشب، وهما اربعه الشاحنات كيبقاو يدوروا تما يخسروا العشب. وفي الاخر يقول لك مؤامره من فوزي القجاع والعشب الجزائري. اهلا وسهلا بالمهبطين الكرام، كنتمنى حلقه اليوم تلقاكم في صحه جيده وتكونوا مستعدين مزيان. كل مره تنقول لكم هذه الحلقه راه صعيبه شويه على اللي من قبل منا، حيث مسخت الوالدين كل مره تفاجئوني، دائما اتفاجئ وانبهر وانشرح مع الناس. تنقول صافي ها هما غيتقاداو هذا النهار، هذا ما غنلقى والو، ساعة الجزائر تتحدى الملل بمعنى الكلمه. بالمناسبه كنهنئ الشعب المغربي بالفوز الصعب على منتخب مالي اللي كنحييو من هذا المنبر، لانه كان منتخب قوي جدا، وهذا الشيء كان في نصف النهائي ديال كاس افريقيا لاقل من 23 سنه، وتأهلنا إلى المونديال وتأهلنا إلى النهائي. مليون ونصف مليون مبروك، ولا عزاء للحاقدين من جيران السوء والشقاق والنفاق. ليلة الاثنين المباركة. أنت اكتشفت دين جديد ولا حال حضرتك؟ الفاتح من نوفمبر الموافق لعيد كل القديسين. أنت اكتشفت دين جديد ولا حال حضرتك؟ أكيد درتي ليها ليلة الاثنين المباركة. واش كانت فيها ليلة القادر ولا شي حاجة دينية ولا كيفاش هاد المباركة؟ ليلة الاثنين ديالكم راه عندها علاقة بأحداث سياسية، اش دخلتكم مباركة ولا ماشي مباركة؟ وكيفاش عاوتاني ليلة القديسين؟ واش نتوما كتورخوا الأعياد ديالكم الوطنية بالأعياد المسيحية ولا كيفاش الجرارو؟ واش الجرارو؟ زقيو معانا، هل هذا دين جديد أم ماذا؟ المهم هذه مسرحية في الهواء الطلق بمناسبة العيد الوطني في الجزائر، ما عرفش شنو عيد فيهم حيت هما كيحتفلوا في نوفمبر في شهر 7. المهم عندهم واحد العيد الوطني نهار 5 يونيو، هي 5 جويلية عندهم. اندلعت 30 عملية شملت مختلف جهات الوطن، واستهدفت أماكن حساسة، بث كناتي ومراكز الشرطة ومحطات الوقود ومزارع المعمرين وغيرها من الأهداف التي أقضت مضجع العدو، وبدأ أوائل الشهداء يرتقون إلى الفردوس الأعلى. دابا غير بيني وبينكم الزرارو، هذاك اللي مخبي تما واش داخل في العرض، ولا هو الدي جي، ولا هو اللي تيطلق هذاك الدخان، ولا هو اللي تيقول لهم شنو يديروا، ولا شكون هو هذاك؟ امسخت الوالدين، واش ما قال لكم شي حد ان الطاقم دائما تيكون وراء العرض ماشي جنب العرض وماشي قدامه، وتيديروا لهم التلفازات؟ واش دابا العرض الا فيه ساعتين واش هو هذا غيبقى معذب هكا؟ اما واحد الشرطه واقفين حداهم بندين والشرطيين دايرين الكرش،
باينه في الجرار وشعب مسالم جدا في الجزائر. كاع ما تيعذبوا الشرطه الجزائريه ولا يجريو موراه حتى داروا الكرش الكبيره. وكيفاش عموا هذيك مزارع المعمرين؟ واش كتقصد المستوطنين والمستعمرين الفرنسيين ولا المعمرين الفرنسيين؟ سجل يا تاريخ الجزائر تنعت المستوطن السابق المستعمر السابق بالمعمر، والمعمر راه تيكون الشخص اللي كيبني وكيشيد وكيقد الامور. راه قلت لكم المغاربه والتوانسه راه حنا سببهم في عذابهم، عاونناهم على الاستقلال وهما ما كانوش باغيين يتفرقوا على المعمر الفرنسي كيف ما كيناتوا في 2023. اما الشوها هذا لا انا لا انت ممكن تعرف واش تقبلت اليوم الشهاده ولا ما تقبلتش. واش نسيتوا ان مئات الالاف من الجزائريين قتلوا على يد جزائريين لانهم كانوا مع فرنسا ضد الشعب الجزائري؟ حتى واحد ما كيهضر على هذوك. واش دابا هذوك شوها هذا ولا ماشي شوها هذا؟ واش نتايا المعلق واش نتا عالم على النيه ديالهم باش تاكد الشهاده ديالهم او دخولهم للفردوس الاعلى كاع؟ واجي بعدا شنو هو المعنى والعلاقه بين طا 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 والممثلين اللي اصلا ما كيتيريوش وما كيديروش الحركات بانهم كيتيروا غير كيشطحوا بحال الراقصه ديال البالي؟ أوامر رئيس الجمهورية يعني استقبلنا اليوم شباب الجزائر العايشين في الجالية الجزائرية اللي عايشة في الخارج. وبشاخ على قلة ميد بأوامر كاع من رئيس الجمهورية اون بيرسون استقبلوا شباب من جالية الجزائر في الخارج. دابا عطيونا فين هو الحدث؟ واش هذا حدث تجيبوا ليه وزير على قدو والمسؤولين كبار والإعلام باش تستقبلوا شباب جزائري جاي يتفرج في البلاد ديالو في واحد المباراة ولا واحد الافتتاح رياضي؟ شنو هو زعما الإنجاز؟ باين فيكم الجرار وما كتشوفوش بزاف الجالية ديالكم لدرجة أنكم دشنتوا سفر 50 شاب وشابة جزائرية رجعوا لبلادهم يتفرجوا في افتتاح. بل ليا كاين باقي اللي ما متيقش أن هاد الهرج وهاد المراج وهاد الشي كامل وأوامر من الرئيس كاع غير اللي مسؤولين جزائريين كبار كيستقبلوا جزائريين بحالهم فقط حيت ساكنين برا. تصوروا معايا نديروا بحالهم في المغرب، خاصنا الوزير يبقى في طنجة شي 3 سنين ولا 4 سنين باش يستقبل اكثر من مليون مغربي من الجالية اللي كيدخلوا للصيف كل سنة. بل لي مازال ما تيقتوش هذا الحادث هذا وهذا الهرج والمراج الجزائري. استقبال بالورود والعلم الجزائري. 50 شابا وشابة من مختلف الأعمار حطوا الرحال بالجزائر لحضور حفل افتتاح الطبعة 15 من الألعاب العربية. تيقتو دابا دايرين حدث من والو، ودائما باش يعجبوني الحب والرومانسية. لا هكا الحب والرومانسية دائما وتقديم الورود ناقصين حنان هاد الجرار وهاد، ولكن الخبرة ديالكم في هاد المجال هربتو علينا. هاد المرة المستقبلات الجزائرية بالورود ما لبسوا لا كاراكو لا والو، لبسوا لباس غربي جدك. داكشي زعما اسورتي غيستقبلوا جزائريين بحالهم ساكنين في الغرب وما يلبسوا لهم الغربي ماشي العثماني. دابا انا مازال باغي ندخل ليا راسي، درت دعوه ل 50 مواطن جزائري، علاش رديتوا حادث كبير وحركتوا الرئيس والوزير اون بيرسون؟ مغاربه العالم تيدخلوا لكاع المدن المغربيه والملاعب المغربيه وكيتفرجوا وما كاينش اللي يستقبلهم مساكن، حيت ما يمكنش تقنيا نستقبلوهم راهم بزاف الجرار. ترى ماشي سيدات ضمن فعاليات الالعاب الرياضيه العربيه المقامه بالجزائر، وبدورها نالت الجزائريه الاخرى ميليسا تلوم الميداليه البرونزيه. المنافسة جد صعيبة مع التونسية كانت صحيحة شوية معايا. كورسة عدت سافا، مشينا يعني تكتيك أنا والتزيرية سعاد، مشيت كورسة باهية. أولا ما تنضحكش على طريقة المشي في السباق، هذيك مسابقة معروفة بالمشي السريع عادية جدا. أنا اللي ضحكني واللي أثار الانتباه ديالي هو أنه العداء الجزائرية كتكلم على العداء التونسية فقط، والعداء التونسية كتكلم على العداء الجزائرية فقط. واش كانوا غير بجوج فهاد السباق ولا كيفاش؟ وفين هما الاخرين؟
الجرار وما يمكنش. لا 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 ما يمكنش فادي. لا ما يمكنش والله ما يمكن. هذه خاصها تدخل لكتاب غينيس. ما يمكنش. لا مستحيل. سباق فيه ثلاثه العداءات فقط باش يربحوا ثلاثه الميداليات. ديك الساعه داروا لهم غير ميداليه ونص ولا جوج ميداليات تكون شويه المنافسه. كي درتوا ليها الجرار ما لقيتو كيديروا زيدوا معاهم بعدا غير شي صحفيه لبسوها شي توني باش هي تولي الرابعه وتاي تمشى معاهم وتكون هناك على الاقل منافسه كيف ما قلت لكم. ماشي ثلاثه العداءات غادي تنافسوا على ثلاثه الميداليات. يعني قبل ما يجريوا عارفين راسهم رابحين كيف الموقع. غيكونوا عداءات مرتاحات نفسيا وهما كيديروا هذا السباق ديال المشي والميداليه في الجيب يا خو. ثم كي درتوا ليها الجرار وغير قولوا لي كيفاش فكرتوا فيه. واش لهاد الدرجه هاد الالعاب العربيه الفاشله ما جا لكم حد فيها؟ ولا بغيتوا تربحوا صحه الميداليات ودرتوا هذا السباق المضحك وهذا السباق المهزله ثلاثه المتسابقات باش يربحوا ثلاثه الميداليات؟ علامه الجرار واد عاود تاني في نفس المسابقه اربعه العدائين فقط. واش جرارو إيه قلتوا لينا هاد المسابقه ولا التظاهره ناجحه قبل ما تبدا؟ فين هو النجاح هذا وانتم كديروا سباقات فيهم ثلاثه الناس ولا اربعه الناس؟ دابا راه ماشي رجوله ثلاثه غير ربحوا وهذاك الرابع مسكين يتعقد ليكم يمرض ليكم تما ما يربحش. حشومه ولا تحشوم اعطيو ميداليه حتى هو واخا جا في المركز الرابع. كلشي يربح في المسابقه هذه كلشي يدي الميداليه. وفي الاخر غيقول لك المسابقه والتظاهره ناجحه والجزائر حصدت الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه وبالصيف ما تحصلوا الميداليات الا كنتو كتجريو غير بيناتكم. فعلا الالعاب العربيه في الجزائر ناجحه ولكن ناجحه في اضحاك العالم عليكم. يا جدك العالم حيت مثلا قناتي راه متابعه من اكثر من 148 دوله واخا ما تتبعونيش ولاد هذوك الدول المهبطين المغاربه في انحاء العالم. فهذوك الدول كيوصلوا لهم الخبيره وكل شيء كيعرفكم وكل شيء كيضحك عليكم. حلفنا على ابوكم حتى نحمقوكم. مثلا بغيش نهضر عليه ولكن تيبينوا لي دائما في كل فيديو وكيديروا لي الافتزاز وانا ما عزش عليه شي واحد يفتزني. الجراروة رجوع له راكم تعالب الصحراء تعالب الصحراء. واش هذا بان لكم تعلب؟ رجوع له الجراروة. تعلب الصحراء راس غيور ومن فصيله الكلاب. وفين هي بدات التميمه ديالو؟ وفين هي التميمه ديالو؟ يلا ديروا لينا التميمه واخا ديال الفهد ولبسوها الشورت بحال فضيحه الشان وحنا ما نقولوا لكم والو. راه حشومه ما نبقاوش فيكم تحرمونا حنا المهبطين من التميمه ديال المسابقه. المهبطين الكرام راه حنا مكالين دوله على قده ومعقدينه وقت ما غيبغيو يديروا شي حاجه في المستقبل اي حاجه غتولي شادهم القفقافه لا يطلعوا معنا في الحلقه ديالنا. ضغط نفسي رهيب جدا. والتمرين التكتيكي بالذخيرة الحية فجرة 2023 هذا الدعم المتميز الذي سيزيدنا دون شك سواء من خلال حيازات أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة والمعدات أو فيما يتعلق بتهيل العنصر البشري لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني. أصلا هذوك العجزة فيهم الخرف زاد عليهم شنقريحوس الرابع بالعربية المدقدقة ديالهم ما بقاوش فاهمين والو وشنو تيديروا تما. واش نقريحوس الرابع واش انت جاي من روما ولا منين؟ راه سميتها مناورات فجر. راه ما كاينش الفجر ديال السنه كاين الفجر ديال يوم الاربعاء ديال الايام ديال الخميس فجر مثلا ديال يوم 15 ابريل. ما كايناش شي حاجه سميتها فجر 2023 راه ما سمعناش بها. راك قريتي من الورقه ولكن بلا ما تفهم خاصك تقول مناورات فجر لسنه 2023 ماشي فجر 2023 هي الكاسول. ونصيحه مره اخرى تنقولها لك راه قلتها لك شي 14 مره راك طيبتين. راك راجل كبير في السن رجل هنا ورجل لي ما تبقاش دير تشديد على الحروف لا تصدق دير شي حاجه الوسط. كاين بعض المغاربه يقولوا الجزائر عمرها ربحات شي حرب عسكريه كيف ما قالهاش نقريح ماشي عسكريه عسكريه. هذا غلط 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 ومليون ونصف غلط. الجزائر ربحات واحد الحرب ولكن ضد اللغه العربيه كرفساتها مرمداتها
عذباتها شتفات عليها. واش نقري حوس الرابع راسي باوي تيتحرك في القبر ديالو فاش كيسمعك كتهضر. اش هذيك عاوتاني تهنهيل العنصر البشري؟ كيفاش تهنهيل العنصر البشري؟ واش غديروا ليهم الاكسجين الاخضر ولا الهيليوم الاخضر للعنصر البشري ولا كيفاش التهنهيل؟ ديك النهار بعض الاخوان قالوا لي علاش حاتم ما علقتيش على الكوستيم نصكم؟ هاني درت لكم خاطركم ودرتو في الفار في هذه الحلقه هذه، ولكن باش نعلق عليه راه ما نقدرش. مثلا قبل نقول على هذا النص لكم الكوستيم المضحك ومولا ما عرفتو واش الطاكتيل ولا كيتيري بالنبله ولا واقيلا تيلعب شي لعبه اندرويد ديال تيطلع الماء من البير ولا ما عرفتش كيدير هكا. اصلا المقطع درته على الافتتاح المهزله ديال وكاله بنكيه صغيره جدا، صغيره زعما بالمعنى الكلمه، دايرين حاله بحال الا غيفتتحوا شي مجمع بنكي مالي وكبير وبحال الا غيفتتحوا شي شركه في ناطحه السحاب. راه غير وكاله بنكيه وسفليه من الفوق ما فيها حتى 45 متر وما كاملاش، اصلا بين الباب ديالو وبين التروطوار متر ونص ما كاملاش. ثم اش غتفتتحوا؟ ودايرين قال لك قص الشريط والرخامه التذكاريه وجيبين التلفازه والاعلام والمسؤولين ديال هذيك الولايه وتقول غيفتحوا شي فرع ديال شي بنك امريكي في الجزائر. الزراروه ناقصين حنان وناقصين انجازات وناقصين حتى العقل. للكاتا المقدمه تستعرض نفس المجموعه جهات قتاليه لعده جهات هي وهي القتال الخيالي من خلال توقع حركات هجوم الخصم وطريقة التصدي لها والرد بالهجوم العكسي. ما تظلموش مسكين، واخا قال لكم القتال الخيالي يعني القتال اللي ما كاينش غير في دماغ ديال الشخص لانه خيالي، فعذرو راه ما بغاش يقصد هذاك المعنى كيف ما فهمنا حنا كاملين. دابا هو التفكير فكروا بالعاميه الجزائريه، ولكن اللغه باش بغى يهضر هضر بالعربيه، داكشي علاش خرج لي داكشي ما هوش وبدا تيقول لنا القتال الخيالي. انا نشرح لكم راه القضيه بسيطه جدا. القتال الخيالي هو بغى يقصد منين كتخايل الخصم ديالك غادي يجي يضربك وانت كطاكي عليك، يعني هنا هما بعاد على القتال الخيالي، لان القتال الخيالي لا يوجد على ارض الواقع لانه خيال، يعني ما كاينه شي حاجه ملموسه. راه قلت لكم ربحوا حرب وحيده هي اللي داروا على اللغه العربيه وربحوها بامتياز. سيبوي راه بدا تيخرج يدي من القبر، راه جاي لكم وسخت الوالدين. المهبطات والمهبطين القدام معنا في القناه غيعرفوا انه شحال هذه ما درناش شي لقطات او شي تعليق على ما يسمى بالكاتا موفمنت في القوه الهاربه في الجزائر. الكاتا موفمنت يا ساده هذه بالمناسبه راه حفله تخرج ديال شرطه السجون الجزائريه. وشنو هي هذيك الحركه البهلوانيه اللي كديروها باش في الاخر تلقى راسك كتشوف في ظهر صاحبك او في الخلفيه ديالك؟ تنتصور هذا الصف ديال هاد الناس قدام السجناء والقتاله والمجرمين وهما كل واحد كيشوف في الخلفيه ديال صاحبه. ما تفهمونيش غلط، الخلفيه هي العنقرة والظهر. اما دوك الحركات الاخيره اللي داروا فالتعليق المناسب ليها هي يا ربي نكون غير تنحلم. المجموعه قصد معالجه الموقف بعد استنفاذ كل السل. المجموعة قصد معالجة الموقف بعد استنفاذ كل السبل والطرق السلمية المبنية على الحوار قصد تنيهم عن أي سلوك عدواني. ومول القتال الخيالي تحبس نفهمو بعد المشهد وشنو واقع. هذاك السجين اللي ضربهم بالقرعة ديال الماء وشوية شد راسو بوحدو، ما قرب لي حد، ما ضربو حد، ما شير لي حد، راسو شد راسو. تشرح لينا اش وقع ليه بعد؟ شنو هو المشهد؟ ياك ما تفكر المخزن وفوزي القجع وجاتو البكيه، ولا واقيلا طبق القتال الخيالي وتخايل في دماغه شي واحد ضربو هو يشد راسو. هادشي صراحه ولا صعيب عليا وانا ماشي خبير في علم النفس، هادشي راه فعلا خيالي جدا. وبقى فيا غير هذاك خونا اللي دار ليهم موت حماره في الاول بوحدو ما ضرب واحد هو تمغط ليهم تما صحابو كيضربوا الشرطه بالقراعي ودوك القراعي عامرين بالماء تيطيحوا عليه على راسه. دابا عاد فهمت شنو وقع. دابا هو طبق القتال الخيالي وتخيل على انه صحابه غيضربوه بالقراعي، فهو سبق المشهد وتجبد لهم في الارض.
فين ما طحت شي قرعه كتجي لي على راسو على نيفو. الزهروه صراحه هربته والله حتى هربت. في هذه الحاله نلاحظ محبوس يقوم بتهديد حياه محبوس وذبح شو مالك؟ بغينا نعرفوا غير هذاك اللي كان طايح في الاول شنو وقع عليه من بعد. علاش دابا نقصوا لنا من مشهد لمشهد اخر؟ ومول القتال الخيالي كيفاش محبوس؟ واش ما عندكمش مع نزيل؟ واش ما عندكمش مع سجين؟ كيفاش مشيتوا للمحبوس فقط؟ المهم محيوس هي محيوس، عفوا تخلطوا ليا. المهم منحوس هي منحوس، عفوا تغلطوا ليا. المهم محبوس هي محبوس. وراه المحبوس ديالكم ما تعرفش يمثل، راه دار لكم فضيحه تما ودور ظهرو باش الاخرين يشدوه، راه بانت في الكاميرا وشد الفار. والشرطه مني حتى زعما راهم تيتخباو وهو راه عارفهم جايين ليه. بان لي راكم فعلا عايشين في الخيال العلمي، حيت الا درتوا هذه اللقطه في الواقع مشى المحبوس الثاني مسكين. مستظهره بذلك اللياقه البدنيه والروح المعنويه العاليه بالاضافه للروح الوطنيه من خلال ابقاء الرايه الوطنيه الشامخه في العلا المجد والخلود. تمنى دوك اللي تحت مخشعين وشادين راسهم، هل هذا دين جديد الجراروه او ماذا؟ دابا يا صاحب مقوله القتال الخيالي، كيفاش سيبقى العالم شامخا في العلا؟ واش هادوك غيبقاو تما ما غيتحركوش من بلاصتهم، ما غيمشيو لا الطواليت حاشاكم لا والو، يعني العالم غيبقى طاير في السماء. فهموا لينا هاد الخيال ديالكم، راه في الاخر غادي يجمعوا الوقفه وغادي يهبطوا والعالم غادي يهبط. اصلا ما علاقه هاد الحركات البهلوانيه مع شرطه السجون؟ واش الا شي محبوس عندكم هرب من السجن نتوما غتهزوا العالم شامخا باش هو الا تلفت غيشوف العالم وغيتنادم مع الحال وغادي يرجع للجزائر الجديده؟ صراحه وبكل بطاطا باقي عندنا خدمه طويله لفهم سيكولوجيه هاد الجيران ديالنا. واحسن حاجه لغايه اليوم ان الحدود مازالت مغلقه، كنتمنوا حتى الحدود الجويه تغلق نهائيا وما يبقى حتى شي واحد يشط الطياره من تونس الى الجزائر ويجي عندنا. هاد غلق الحدود خاصهم يبقاو حتى نساليو الدراسه العلميه ديالهم اللي كنديروا لهم. هادشي راه صعيب بزاف صعيب بزاف صعيب بزاف. اول قتال الخيالي كاع. نكتفي بهذا القدر خوتي الاعزاء، شكرا على المتابعه، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم. كيف تتوقع ان يكون حفل الافتتاح؟ والله انا توقعاتي الان ما صارش توقعات شائمه ومشؤومه، لان خلاص اليوم الجزائر